أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم عبر شاشات تلفزيون الفجر الجديد في أمسيات مميزة وخاصة. وهذه الأمسيات لا تحلو دائما وأبدا بإفطاركم الشهي وصومكم المقبول، دائما لا تحلو إلا مع مين يا جماعة؟ لا تحلو إلا بحلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي زي ما حكينا لكم أكثر من 18 فرع في الأردن وفرعين في فلسطين. الفرع الأول في طول كلم مقابل مدارس الوكالة، والفرع الثاني في جنين دوار السينما. وزي ما حكينا لكم أنه حبة ما بتكفيك. وحلويات العنبتاوي باختصار أصل الإيش يا جماعة؟ الحلو. طيب مشاهدين، راح نكون معكم في جولة جديدة متجددة، ومعاي ما شاء الله حرس يعني من حلويات العنبتاوي ماسكنا هنا، خوفا من واحد من كثر ما فيه حلو يخطفوا الحلوين، من كثر ما فيه حلو من حلويات العنبتاوي. شو اسمك انت؟ ابو ادم احمد حسين ابو ادم، اهلا وسهلا. محمد بعدين في فكرتك ابو سعده. طيب طيب خليكم معنا مشاهدين متابعينا في حزيره وسؤال، واربحوا الهدايا المميزه ايضا من حلويات العنبتاوي. من وراء الكاميرا براء عمر وخباب الاسمر، ومني انا منتصر العنني في الاعداد التقديم. يسعد مساكم مع الحرس الشخصي احمد ابو محمد محمد حسين بين قوسين ابو ادم. خليكم معنا وتعالوا مع حلويات العنبتاوي يا جماعه، اصل حلو. تعالوا مشاهدي متابعين، مكملين معكم مع حلويات العنبتاوي. الحلويات العنبتاوي يعني هي اصل الحلو، وما شاء الله حتى كل اللي عند حلويات العنبتاوي حلوين. يسعد مساكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مرحبا يا باشا، كيفك؟ شو اخباركم؟ شو كيف حلويات العنبتاوي؟ اشي رفع، اشي رفع من الاخر، من الاخر، من الاخر فاخر. يعني العنبتاوي يعني مختصره يعني بالعربي اصل الحلو. ايوه يعني ما فيها نقاش، اختصرت. هاي كبير وغنيه. تعرفنا اسمك؟ حسن خلالي. اهلا وسهلا فيك. داود ابو داود. احنا عارفينك، بدناش نسالك. نسالك؟ طيب، مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو، يعني زي ما قلنا حبي ما بتكفيك، والحلو اصله الحلو بس حلويات العنبتاوي. زي ما حكينا لكم 18 فرع في الاردن وفي فلسطين فرعين، في طول كلم مقابل دوار مقابل مدارس الوكاله، وفي جنين دوار السينما عماره حداد حسب ما بعرف، بس اكيد لا اكيد اكيد واصل الحلو. طيب احنا في عندنا سؤال من حلويات العنبتاوي، بتجاوب عليه زي ما مسحت الصحن بدك تمسح لنا الاجابه. بنعطيك جائزة على السريع، تعال نشوف. بس صاحب المحل ممنوع يغشش. اتفقنا؟ ممكن. لا يجوز، طيب. احنا لنا واسطة هنا. إيه لك واسطة، طيب احنا سامحين للواسطة تغششك يا سيدي. طيب، مرض يصيب الشاه. فشو بصير تعمل؟ بصير تعرج في مشيتها، شو اسمه هذا المرض؟ مر عليك؟ خلي حلوة العنبتاوي، يلا. ممكن اتصل بصديق. استعين. استعين بصديق. استعين. هذا مرض بصيب الشاه، بصير تعرج، شو بسموه هذا المرض؟ مش مارع علي. شو يا باشا؟ إذا فرمشاني وما عرفش أجاوب، بدك يعني. هاي قوية قوية. شو يا باشا؟ بقول فعلا الصديق وقت الضيق. شو المرض هذا؟ أنت بدك ربحه، أنا بأوامرك. أعطي الإشارة الخضراء ولا الحمراء خليها؟ أنا بقدر أسهل السؤال. إيش؟ لا لا، مش الحمى الملطية. الدوار؟ لا. يلا مرض يصيب الشاه بصير تعرج بمشيتها، شو اسمه هذا المرض يا جماعة؟ يعني معلومات جديدة ولا مرة مرت معك؟ منكم نستفيد يعني؟ لا. لا لا، شو بدك ربحهم؟ غير السؤال يعني أسهل له إياها. طيب هلا إحنا إبراهيم الخليل صح؟ هلا ماذا تعني كلمة إبراهيم بالعبرية؟ شو معناها بالعبرية؟ إبراهام أفينو. شو ايوه شو معناها؟ هيا مين اخذها؟ ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم. لا، انك ابراهيم. اب اوكي، بس ايش معناها؟ لا، شو قلتها انت بالعبراني؟ بقول ابراهام افينو. افينو، طيب شو يعني؟ ابراهيم ابونا. اوكي، بس في شيء ثاني شو معناها؟ هلا ابراهيم شو عمل؟ عمل كان بده يذبحه. ف ابراهيم شو معناه تعني؟ اب ايش؟
أب اللي كلبه ايش يسموه؟ اب ابراهيم قدم عليه قدم ابراهيم بس ما تقولهاش مره واحده شو؟ ابراهيم قلنا له ما تقولهاش في الاول مره ابراهيم تبعته طيب هي ابراهيم بالعبرية إبراهيم معناها إبراهيم بالعبرية وإجابة صحيحة أول شيء يعني أصل الحلو أنت حلو وقاعد مال حلو كله أنت يعني بس شرط واحد بدك طعميهم كلهم على رأسي خلص هاي المهمة الرئيسية شو بتقولهم يا سيدي لا أصل حلو أول شيء نحكي ولا لا إحنا نحكي إحنا أصحاب محل هون طبعا أكيد أنا هاي القصيم ضعتيها لهم للشباب الصغار هذول الحلوين بصير ينبسطوا تعالوا تعالوا واحنا بنيجي عشان تكون عارف احنا من قضاء عكا من بلد اسمها مجد الكروم مجد الكروم اهلا وسهلا فيكم احنا بنيجي خصوصا عشان ناكل حلو هون عندنا بالمجد يعني هاي الشهاده ما بقدر احكي اكثر من هيك يعني هاي الشهاده كبير من مجد الكروم ساعه وربع نعم عشان تيجي تاكل عند حلال عشان نيجي نشوف ابو المجد ناكل حلو يا سلام فهاي القصيمه للشباب انبسطوا مشاهدي متابعين مكملين معاكم مشوارنا ورحلتنا وجولة خاصة مع حلويات العنبتاوي يعني حلويات العنبتاوي حبة ما بتكفيك ولا تنسوا انه اصل الحلو صح يا باشا اصل ايش الحلو مين حلويات العنبتاوي طلع الطاقم الموجود ايش عمو كل الناس كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم رمضان بسلامة يا عيني شو اسمك يامن يامن ايش يامن محمد دمايري يا سلام من وين انت يامن من عتيل من عتيل مع مين انت مع ماما وانتو وين ماما هناك بالسياره برا بالسياره طيب انت شو جاي تعمل عند حلويات العنبتاوي بدي اقول لكل الناس كل عام وانتو بخير وينعاد عليكم رمضان بسلامه والحلويات العنبتاوي شو تقول له كل عام وانتو بخير هاي من حلويات العنبتاوي خدها بصرف لك هسه باكيت حلو ومرتب شو رايك تعال يلا انا وياك تعال نشوف حلويات عنبتاوي وينه تعال احلى حلويات عنبتاوي في هذه الامسيه والجوله المميزه حلويات عنبتاوي دائما عنوان كبير يا سلام كيف حلوه يلا مبروك طيب مشاهدينا ومتابعينا دائما في جولاتنا متواصلين مع حلويات العنبتاوي العنوان لا تنسوا انه 18 فرع في الاردن وفرعين في فلسطين الفرع الاول في طول كرم مقابل مدارس الوكاله شارع نابلس والفرع الثاني في جنين دوار السينما طبعا حلويات العنبتاوي اصل الحلو ومش بس هيك حبه ما بتكفيك خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا مع حلويات العنبتاوي حلويات العنبتاوي دائما اصل الحلو ولا تنسوا حبه ما بتكفيك وحلويات العنبتاوي 18 فرع في الاردن واثنين في فلسطين واحد في طول كرم مقابل مدارس الوكاله والثاني في جنين دوار السينما عماره حدد دائما مع حلويات العنبتاوي مساء الخير يا حاج مساء النور اهلين مساء كل عام وانت بخير انت بخير اهلين ورمضان كريم ان شاء الله ان شاء الله كريم كيف اجواء رمضان يا حاج ممتاز جدا الحمد لله رب العالمين هاي السنه الحمد لله شو اسمك يا حاج اسمي عبد اللطيف ذوابي اهلا وسهلا فيك الله يسعدك يا حاج اهلا فيك يا حاج اكيد سمعت حلويات العنبتاوي ابن عمي ابن عمك كمان وصلنا معناته وصلنا شو رايك بحلويات العنبتاوي احسن حلويات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حلوه شمال افريقيا والخليج العربي والخليج العربي اللي ما ضلش منه شيء اي نعم اي نعم طيب حج اي نعم هلا الياقوت بنعرف كلنا الياقوت صح الياقوت يعني حجر كريم ما معناه شو معنى الياقوت الشيء الثمين الممتاز هلا اوكي الشيء الثمين بس له معنى الياقوت الياقوت معنى الياقوت الشيء اللامع الحلو والممتاز هذا اللي بعرفه انا لا. يعني شو كل يعني لا في شيء ثاني له معنى ثاني الياقوت ما معنى الياقوت الكلمه الياقوت معناها لها معنى ليش يعني قرب لي اياها حط اعطيني خيارات طيب اعطيك خيارات المشكله ما فيش خيارات لانه سؤال واحد ومن ربحك الجائزه على السريع يا رب هون ابن الخيارات وابن ابن عمك كمان على عينك يا تاجر طب هات هاي من حلويات العنبتاوي اللي في طول كرم تستلمها من عنده اي وقت بدك اياه
اهلا فيك. الله يخلي لك الصحه والعافيه يا رب. الله يعافيك. الحمد لله رب العالمين. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم يا حاج. الله يكرمك. الله طيب شكرا لك. اذا مشاهدينا متابعينا وصلنا المحطه الاخيره معكم مع حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اصل الحلو. لا تنسوا انه حلويات العنبتاوي هي المميزه في فلسطين. اكثر من 18 فرع في الاردن وفرعين في فلسطين. حلويات العنبتاوي حبه مش راح تكفيك. وزي ما قلنا لكم العنبتاوي اصل الحلو. مشاهدينا متابعين اشكر لكم حسن المشاهده والمتابعه. اشكر زملائي من وراء الكاميرا براء عمر وخباب الاسمر ومني انا منتصر العناني في الاعداد والتقديم. يسعد مساكم دائما مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو. الى اللقاء.